بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة من تفسير الطبري، اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا، وهي آيات هدى ورحمة من الله، رحم بها الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن، الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها ويؤتون الزكاة المفروضة في أموالهم وهم بجزاء الله وثوابه في الآخرة يوقنون. هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيان من ربهم ونور، وهؤلاء هم المنجحون المدركون ثواب ربهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث من كل ما كان ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله، والغناء والشرك من ذلك، ليصد ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين الله وطاعته بغير علم وجهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه، ويتخذ آيات الله هزوا. هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، لهم يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث آيات كتاب الله فقرأت عليه أدبر عنها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه ثقلا فلا يطيق من أجله سماعه، فبشر هذا المعرض بعذاب موجع، وذلك عذاب النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا بالله فوحدوا وعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله لهم بساتين النعيم ماكثين فيها، وعدهم الله وعدا حقا لا شك فيه، وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به، الحكيم في تدبير خلقه. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ومن حكمته أنه خلق السماوات السبع لها عمد لا ترونها، وجعل على ظهر الأرض رواسي ألا تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ولا يسرة، وفرق في الأرض من كل أنواع الدواب،
وأنزلنا من السماء مطرا، فأنبتنا بذلك المطر من كل نوع من النبات حسن النبتة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس خلق الله الذي له ألوهة كل شيء والذي لا تصلح العبادة لغيره ولا تنبغي لشيء سواه، فأروني أيها المشركون أي شيء خلق الذين من دونه من أصنامكم حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها، بل المشركون في جور عن الحق وذهاب عن الاستقامة، يبين لمن تأمله ونظر فيه وفكر بعقل أنه ضلال لا هدى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول أن احمد الله على ما آتاك من فضله، ومن يشكر الله على نعمه فإنما يشكر لنفسه، لأن الله يجزل له على شكره إياه الثواب وينقذه به من الهلكة، ومن كفر نعمة الله عليه إلى نفسه أساء، لأن الله معاقبه على كفرانه إياه، والله غني عن شكره إياه على نعمه لا حاجة به إليه، محمود على كل حال كفر العبد نعمته أو شكره عليها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لخطأ من القول عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأمرنا الإنسان ببر والديه حملته أمه ضعفا على ضعف وشدة على شدة وفطامه في انقضاء عامين، وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك تربيتهما إياك. إلى الله مصيرك أيها الإنسان، وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك وعما كان من شكرك لوالديك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه لي شريك فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا بالطاعة فيما لا تبعة عليك فيه، واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام، فإن إلي مصيركم بعد مماتكم فأخبركم بجميع ما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشر. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إن المعصية إن تك مثقال حبة من خردل من خير أو شر عملته فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض
يأتي بها الله يوم القيامة حتى يوفيك جزاءه. إن الله لطيف باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت، خبير بموضعها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة بحدودها، وأمر الناس بطاعة الله واتباع أمره، وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه، واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله، إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه، ولا تمشي في الأرض مختالا، إن الله لا يحب كل متكبر ذي فخر. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر ولا تستعجل، ولكن اتئد واخفض من صوتك، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أيها الناس أن الله سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجم وسحاب، وما في الأرض من دابة وشجر وماء وبحر وفلك، يجري ذلك كله لمنافعكم ولغذائكم، وأسبغ عليكم نعمه التي سخرها للعباد مما في السماوات والأرض ظاهرة على الألسن والجوارح، وباطنة في القلوب اعتقادا ومعرفة. ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم عنده بما يخاصم، ولا بيان يبين به صحة ما يقول، ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي يبين حقيقة دعواه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله اتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان، أولو كان الشيطان يدعوهم بتزيينه لهم سوء أعمالهم إلى عذاب النار التي تتسعر وتلتهب. الخلاصة من تفسير الطبري.